من جانبه أشار الكاتب الصحفي سمير عطلة من بيروت خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، أشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية تبحث عن أي مكان يستوطنه السلم والوحدة لكي تدمره وتشعل فتيل الدمار فيه. ما تفعله الجزيرة الآن تبحث عن أي مكان فيه بناء أو أمل أو وحدة أو شعور أو مشترك أو أي شيء من هذا النوع لكي تنقض عليه وتدمره وتدمر كل أمل بالأجيال الطالعة، بحيث تشابهت الأجيال الحالية بما عرفت من تجارب سيئة في الماضي. هذا الحقيقة هذا أسوأ ما حصل. كنا في العصر التلفزيوني التحريضي الفارغ، كنا في العصر الإذاعي التحريضي السيء الرديء، وانتقلنا مع التقدم في التكنولوجيا بدل أن نذهب إلى ما فيها من حسنات ومن مساعدة على تربية أجيالنا وتنشئتها، انتقلنا من العصر الإذاعي إلى العصر التلفزيوني، وإنما على أسوأ وأشد ضررا وأشد حالة مما عرفناه.